السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم اخواني، واهلا وسهلا بكم في اول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي. ارحب بكم اجمل ترحيب وتحياتي لكم، ومعاكم زياد هادي الاستاذ آلة العود في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد. رحب بكم أجمل ترحيب، وأحب أقول لكم في هذا الفيديو عن الدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا، بواقع محاضرتين في الأسبوع، يعني يومين بالأسبوع لتعلم العود وتعلم الغناء. ممكن أنه تراسلوني حتى تعرفون التفاصيل على رقم الواتساب الموجود تحت هذا الفيديو. أرحب بكم مرة ثانية، ولا تنسون أن تشتركون في هذه الدورة حتى تتعلمون كيف تعزفون آلة العود، كيف أنت تغني، ما هي المقامات، ما هي الطبقات بالغناء، ما هي المقامات اللي تستخدم بالعود، كيف أقوي الريشة آلة العود، كيف أقوي الأصابع بآلة العود، كيف أتمرن، طريقة التمرين. رحب بكم، وأيضا انتظركم باشتراككم ان شاء الله بالدورات اللي هي اشتراك شهري مقابل مبلغ. طبعا الدورة الموسيقية هي اونلاين عبر الانترنت، وحسب التطبيقات اللي موجودة عندكم اللي هي اما زوم يا اما واتساب يا اما ايمو. وشكرا لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.